بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت السميع العليم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت الجواد الكريم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين. أما بعد، حياكم الله. تحدثنا في المرة السابقة عن موقف المعتزلة من صفات الله سبحانه وتعالى، وذكرنا أن المعتزلة يسمون النفاة أو المعطلة. لماذا؟ لأنهم تحرجوا من وصف الله سبحانه وتعالى بالصفات، ظنا منهم أن هذا الوصف يلزم عنه تعدد القدماء. فإذا كانت الصفات قديمة والذات قديمة، فهذا يلزم عنه أن يكون القديم متعددا. وقلنا إن الإشكال في تعدد الذوات، أما تعدد الصفات للذات الواحدة فليس مشكلا. وقلنا إن أهل السنة أثبتوا لله تعالى ما أثبته لنفسه، وإلا لزم عن ذلك أن يكون القرآن عابثا عاشاه حين وصف الله سبحانه وتعالى بالحياة والسمع والبصر والعلم ونحو ذلك. فالله تعالى أثبت لنفسه هذه الصفات بنصوص صريحة محكمة، والإيمان بهذه النصوص واجب. ثم الشبهات العقلية أو التساؤلات العقلية ينبغي أن تكون خاضعة لهذه النصوص، متفهمة مفسرة لهذه النصوص، لا معارضة ولا مناقضة لها. فموقف أهل السنة هو إعمال العقل بحيث يكون هذا العقل مفسرا فاهما خاضعا للنصوص. موقف المعتزلة من هذه المسألة هو موقف المعارض، كأن العقل والنقل بينهما التعارض. وقلنا أيضا إن وصف الله سبحانه وتعالى بالصفات المختلفة مأخوذ من لسان العرب الذين نزل بهم القرآن. فعندما تقول عالم، عندما تقول الله عالم أو الله قادر أو الله مريد، ما معنى هذا؟ حين تصف الله عز وجل بهذه الصفات فهذا يعني أنه قد قامت به صفة العلم، صفة القدرة، صفة الإرادة. كما تقول لا تقول إنسان كاتب إلا إذا قامت به صفة الكتابة، لا تقول ماشي إلا إذا قامت به صفة المشي،
لا تقول قاعد إلا إذا قامت به صفة القعود وهكذا. فتعليق الحكم بالمشتق مؤذن بعلية ما منه الاشتقاق كما قلنا في المرة السابقة. فأنت عندما تصف إنسان بمشتق اسم الفاعل كاتب مثلا، فما معنى هذا؟ أنت لم تصفه بكاتب إلا لأنه تعلقت به صفة مخصوصة هي صفة الكتابة. المعتزلة ماذا فعلوا؟ قالوا الله عالم لكن ليس له صفة العلم، الله قادر لكننا لا نقول له صفة اسمها القدرة، فناقضوا بهذا القرآن وناقضوا بهذا لسان العرب. واضح يا مشايخ؟ نعم. طيب يلا يا مولانا. والمعتزلة بسم الله الرحمن الرحيم. والمعتزلة أبوا قبول ذلك، ثم لما امتنعوا عن ذلك وقالوا إنه تعالى حي لا حياة له، عالم لا علم له، قادر لا قدرة له، سموا أنفسهم بذلك أهل التوحيد، وعابوا على أهل الحق حيث أثبتوا لله تعالى الحياة والعلم والقدرة، ووصفوه بما وصف به نفسه وبما وصفته به رسله عليهم السلام والصالحون من عباده. فكان مما يقال للمعتزلة إن الله تعالى أثبت لنفسه العلم والقدرة بنص صريح محكم، وألزم عباده العلم بذلك بقوله: فاعلموا أنما أنزل بعلم الله، وقال: إن القوة لله، فوصف نفسه بالعلم والقوة. أفأنتم يا معشر المعتزلة أعلم بالله من الله تعالى؟ نحن قلنا المعتزلة مسلمون، فعندما نقول المعتزلة نفات الصفات أو المعطلة، هذا لا يعني أنهم لا يصفون الله بالعجز، أنهم يصفون الله بالعجز مثلا، لا، هم يصفون، يقولون الله قادر، لا يقولون الله عاجز. لكن أين هي بدعتهم؟ أين بدعتهم؟ أنهم وصفوا الله بأنه قادر، لكن قالوا هذا المصدر القدرة لا يوصف به الله، ليس لله صفة اسمها القدرة، بل هو قادر بذاته، يعني ذات الله سبحانه وتعالى تقتضي أن يكون قادراً، تقتضي أن يكون عالماً، تقتضي أن يكون حياً، وهكذا بقية الصفات، دون أن يكون له صفة زائدة، صفة متعلقة به اسمها القدرة أو الإرادة أو العلم أو نحو ذلك. القرآن طبعاً صريح في وصف الله عز وجل بالمشتق عالم وما منه الاشتقاق. عالم، ما الذي منه الاشتقاق؟ علم. العلم. قادر، ما الذي منه الاشتقاق؟ قدرة. القدرة، وهكذا. فهم وصفوا الله بالمشتق ولم يصفوه بما منه الاشتقاق، ظنا منهم أنهم بذلك يتنزهون أو يبتعدون عن تعدد القديم. والقرآن يناقض هذا،
طيب، ثم معلوم، تفضل. ثم معلوم أنه لا فرق عند أهل اللسان بين قول القائل الله ليس بعالم وبين قوله الله لا علم له بشيء، فالأول فاسد فكذا الثاني. المعتزلة ماذا يقولون؟ يقولون لا تقول الله ليس بعالم، لا تقولون الله ليس بعالم، لكن يمكن أن تقول الله لا علم له. انظروا كيف يقولون، هم يصفون الله بالمشتق ولا يصفونه بما منه الاشتقاق. الشيخ هنا يرد عليهم ويقول ماذا؟ يقول هذا فاسد في اللسان، والقرآن نزل بلسان العرب، فلا فرق في لسان العرب الذين نزل القرآن بلغتهم بين قولك الله ليس بعالم والله لا علم له، نفس الشيء، نفس المعنى. نعم. ومع هذا التعطيل سموا أنفسهم أهل التوحيد، ثم قالوا إنما نثبت للعبد قدرة التخليق لئلا يكون الله تعالى معاقبا عباده على ما يخلق هو بنفسه، فيكون عادلا في تعذيبهم، فأبطلوا التوحيد بهذا العدل، فإنهم جعلوا كل فعل حصل من المخلوقين المختارين مخلوقا لهم، فيكون كل فاعل مميز من روحاني وجسداني وكل فاعل مختار مميز، حتى يكون كل كلب وخنزير وبق وبعوض خالقا عندهم. شوف الشيخ هنا يلاحظ معنى لطيف، وهو المعتزلة سموا أنفسهم أهل التوحيد والعدل، والقاضي عبد الجبار له موسوعة كلامية كبيرة اسمها موسوعة المغني في أبواب التوحيد والعدل، دون فيها معارف المعتزلة من طبقته. فتوحيد وعدل، الكلام لا غبار عليه من حيث اللفظ، التوحيد كلمة شريفة والعدل كلمة شريفة، لكن ليست العبرة بالألفاظ ولكن العبرة بالمعاني. فما معنى التوحيد عندهم وما معنى العدل عندهم؟ التوحيد عندهم هو تعطيل الصفات حتى لا يتعدد القدماء، فالذات قديمة، ولا نقول قدرة له قدرة قديمة ولا علم قديم ولا حياة قديمة ولا كذا حتى لا يتعدد القدماء، فهذا توحيدهم. طيب، ما العدل عندهم؟ العدل عندهم أن يكون الإنسان خالقا لفعله. طيب، إذا قلت إن الإنسان هو الذي يخلق فعله فقد عددت وأبطلت التوحيد يا شيخ، فيصير الآن في هذا العالم خالقين بعدد أصحاب الأرواح، يعني كل من فيه روح هو خالق لفعله، فيصير الآن هذا شرك عندما تقول بتعدد الخالقين، فقد وقعت في الشرك. فبالرغم من أنهم يسمون أهل التوحيد والعدل،
إلا أنهم أبطلوا التوحيد بالعدل وأبطلوا العدل بالتوحيد. كيف أبطلوا التوحيد بالعدل؟ لأنهم لما قالوا إن الإنسان هو خالق أفعاله الاختيارية نسبوا قدرة الخلق لغير الله، فنسبوا قدرة لغير الله، في حين أنهم لا ينسبون القدرة لله سبحانه وتعالى، أو صفة القدرة لا ينسبونها لله سبحانه وتعالى. فبهذا أبطلوا توحيدهم بعدلهم. واضح يا مشايخ؟ نعم. طيب تفضل. ثم أبطلوا عدلهم بتوحيدهم، فإنهم نفوا عن الله تعالى جميع الصفات من الحياة والعلم والقدرة والكلام والإرادة والتخليق والتكوين، وزعموا أنه هو التوحيد، وأنكروا أن يكون الكلام وفيه الأمر والنهي معنى قائما بذات الله تعالى، وجعلوه محدثا مخلوقا في محل غير ذات الله تعالى. الكلام عند المعتزلة، نعم. صفة الكلام عند أهل السنة أنها صفة قائمة بذات الله، صفة قائمة بذات الله، يعني هذه الصفة موجودة في الذات الإلهية، وإذا كانت موجودة في الذات الإلهية فهي قديمة، لأن الذات لا توصف بالحوادث، ذات الله عز وجل لا تلحقها الحوادث ولا توصف بالحوادث، لأنها لو وصفت بالحوادث لكانت ذاتا حادثة. فإذا صفة الكلام قائمة بالذات وهي صفة قديمة، هذا عند أهل السنة. فالكلام صفة ذاتية من صفات الله سبحانه وتعالى. عند المعتزلة قالوا الكلام ليس قائما بالذات، والكلام محدث مخلوق. أين يحدث وأين يخلق؟ في شيء غير ذات الله سبحانه وتعالى. طيب ثم وقد ساعدوا أن الفاعل من قام به الفعل لا من خلق الفعل، فأبطلوا أمر الله ونهيه، وبطل بذلك الحل والحرمة، وخرج الفعل عن كونه طاعة أو معصية، وكان التعذيب على ما ليس بمعصية، فأبطلوا عدلهم بتوحيدهم. وهذا كله جواب أهل الحق، ذكر أئمة الأصول منهم سيف الحق أبو المعين النسفي. فأبطلوا، يقول قد ساعدوا أن الفاعل من قام به الفعل. من هو الفاعل؟ من قام به الفعل، يعني الإنسان قام به الفعل، فإذن هو الفاعل لا من خلق الفعل. من خالق الفعل؟ الله. إذن الله ليس فاعلا، الإنسان هو الفاعل، لأن الفعل قام بالإنسان. طيب، فإذا كان الفاعل هو الإنسان، فأين الأمر الإلهي والنهي الإلهي والحل والحرمة والطاعة والمعصية إذا كان الفاعل هو الإنسان؟ أين محل الطاعة والمعصية والحل والحرمة؟ لا بد من وجود آمر يؤتمر به، يعني هناك آمر وهناك مأمور. فإذا كان الإنسان هو الآمر هو الفاعل، فهل أمر نفسه؟ نهى نفسه؟
إذا لابد من آمر ومؤتمر. يقول: وهذا كله جواب أهل الحق، يعني هذه كلها إلزامات من أهل السنة للمعتزلة، أنهم أبطلوا التوحيد بالعدل وأبطلوا العدل بالتوحيد، حيث نفوا عن الله الصفات. طيب، وأما قولهم، وأما قولهم إن إثبات الصفات قول بالقدماء، فأجاب عن ذلك بعض الصفاتية فقالوا: نحن لم نقل إن الصفات قائمات بذواتها. الصفاتية، من هم الصفاتية؟ الصفاتية هم أسلاف الأشاعرة. الصفاتية هم أسلاف الأشاعرة. هنا في الهامش في الكتاب قال: يطلق علماء الكلام مصطلح الصفاتية، من تكلم في الصفات تفويضا وتأويلا وتجسيما فيشمل الأشاعرة والكرامية، ربما قصدوا به عموم السلف. الصحيح أن مصطلح الصفاتية كان يطلق أساسا على عبد الله بن سعيد بن كلاب وأصحابه. من هم أصحابه؟ المتكلمون الأوائل، أول المتكلمين الذين وقفوا في وجه المعتزلة، الذين كانوا قبل أبي الحسن الأشعري. عبد الله بن سعيد بن كلاب، القلانسي، الحارث بن أسد المحاسبي، كل هؤلاء كانوا يسمون أهل السنة الأوائل أو الصفاتية الأوائل أو المتكلمين الأوائل. جاء أبو الحسن الأشعري وورث علومهم، فانتقلت سمة الصفاتية كما يقول الشهرستاني في الملل والنحل أيضا، انتقلت سمة الصفاتية إلى الأشعرية. ما هي سمة الصفاتية؟ يعني منهج الصفاتية، حيث يثبتون الصفات على الوجه الذي يليق بجلال الله سبحانه وتعالى. وكلمة الصفاتية مقابلة لمن ينفون الصفات. إذن صفاتي يعني مثبت للصفة، في مقابلة النفاه الذين هم المعتزلة. فعلى هذا أهل السنة جميعا صفاتية بهذا المعنى، لكن كاصطلاح كلمة الصفاتية تطلق على أسلاف الأشاعرة. واضح يا مشايخ؟ نعم. فقالوا: نحن لم نقل إن الصفات قائمات بذواتها حتى يرد علينا ما قالوا، ما وإنما معنى نقول هذا؟ ما معنى الصفات قائمات بذواتها؟ يعني كل الصفات قائمة بذات نفسها غير ذات الله. يعني كأن الصفات ذوات. نعم. هي صفات، نحن نقول هي صفات، والصفة تحتاج إلى موصوف تقوم به، فليست الصفات ذوات تقوم بنفسها، بل هي صفات تقوم بغيرها. فإذا يقول فأجابه: نحن لم نقل إن الصفات قائمات بذواتها حتى يرد علينا ما قال. ما هو الذي قالوا؟ تعدد القدماء. نحن لم نقل إن الصفات ذوات، بل قلنا هي صفات لذات واحدة، فعندئذ لا حرج من أن تكون الصفات قديمة وأن تكون الذات قديمة.
طيب وإنما نقول إن الله تعالى قديم بصفاته وصفاته قائمة بذاته فاندفع عنهم إلزام المعتزلة. وبعض أصحاب الصفات قالوا إن القديم هو المتقدم في الوجود أو الموجود الذي لا ابتداء لوجوده، فنحن نقول إن كل صفة قديمة قائمة بذات الله تعالى، ولا يجوز القول بالقدماء مطلقا لئلا يسبق إلى وهم السامع أن كل قديم من القدماء قائم بذاته موصوف بصفات قديمية. يعني دلوقتي نحن نقول الآن القديم هو الذي لا ابتداء لوجوده. طيب الذات الإلهية لا ابتداء لوجودها، والصفات الإلهية لا ابتداء لوجودها أيضا. لماذا؟ لأن الذات دائما معها صفاتها. الذات لا تعرى عن الصفات أبدا. فإذا كانت الذات قديمة فالصفات أيضا قديمة. طيب إذا عندنا ذات قديمة وعندنا صفات قديمة أيضا، بناء على ذلك هل يجوز أن نقول عندنا قدماء، أو نقول بتعدد القدماء قاصدين الذات والصفات؟ الشيخ يقول لا يجوز، لأن هذا القول موهم موهم. لا تقول القدماء كذا، القدماء الذات والصفات، وإن كان كلام حقيقي لكنه موهم، فلا نقول هكذا إلا مع البيان، لا نقوله مطلقا هكذا، فلا بد من الإيضاح. فتقول الله القديم واحد وهو الذات الإلهية وصفاته معه قائمة به قديمة، هكذا الكلام لا يكون موهما. طيب تفضل. بل نقول إن الله تعالى قديم بصفاته، وعند إطلاق لفظة القديم على كل صفة ينبغي أن يقيد فيقال إن القديم القائم بالذات واحد وهو الله تعالى وله صفات أيوة، الكمال. لذلك في تعريف الصفات دائما ستجد العلماء يقولون مثلا في تعريف القدرة مثلا صفة قديمة قائمة بذاته تعالى، لا يقولون قديمة فقط هكذا، لا، بل يؤكدون على أنها قديمة قائمة بذاته تعالى. نعم، يقال إن القديم القائم بالذات واحد. فالقديم واحد وهو الله عز وجل قائم بذاته. القديم الواحد هذا معه صفاته القديمة الكاملة. طيب وله صفات الكمال، كل صفة قائمة بذات الله تعالى وهي قديمة على معنى أن ليس لوجودها ابتداء، وأنها في الوجود مقدمة على المحدثات، فيبطل التوهم المعتزلة. على معنى أن ليس لوجودها ابتداء، أن ليس لوجودها ابتداء، فهي قديمة بهذا المعنى. وإذا أوضحنا هذا الإيضاح يبطل توهم المعتزلة، ولا يتمسك المعتزلة حينئذ بقولهم
أو لا يتمسكون بنفيهم للصفات بدعوى تعدد القدماء. فنحن الآن نرد على المعتزلة تفصيلا، ثم أيضا حتى لا يقع الناس في الوهم نختار أفضل تعبير، حتى لا يقع الناس في الوهم، فنقول القديم القائم بذاته واحد وله صفات الكمال القديمة. بسم الله. وما يقوله الإسكافي والصالحي والجبائي من رؤساء القدرية: إن القول بالقدماء قول بالآلهة، كلام في غاية الفساد، فإنه لم كل يقل هؤلاء من أحد. المعتزلة، كل إسكاف الصالح الجبائي كل من المعتزلة، تقرؤون تراجمهم في طبقات المعتزلة. نعم. فإنه لم يقل أحد من أهل اللغة ولا من أهل الكلام بأن القديم في اللغة هو الإله، فإن العرب يقولون: هذا بناء قديم وشيخ قديم، يريدون به المتقدم في الوجود دون الوصف له بالألوهية. وفي الكتاب يعني يقول: لا يلزم، يعني من أين أتي المعتزلة؟ يعني بالضبط فيما وقع المعتزلة، من أين تولد الخطأ عند المعتزلة؟ تولد الخطأ عندما ظنوا أن الوصف بالقدم يلزم عنه الوصف بالألوهية، أو أن القديم لا بد أن يكون إلها. لما فهموا هذا التلازم أخطأوا، لأنه لا يلزم أن يكون القديم إلها، القديم ليس هو الإله، فالقديم قد يكون إلها ذاتا إلهية، وقد يكون صفة إلهية، وقد يطلق القديم على المتقدم بالزمان مجازا، فتقول بيت قديم يعني مرت عليه السنون الكثيرة. فإذا في اللغة كلمة القديم ليست هي الإله، فمن أين أتوا بهذا التلازم بين القدم والألوهية؟ نعم، تفضل. وفي الكتاب قوله تعالى: كالعرجون القديم، والمراد المتقدم في الوجود على نظيره، وهذا كاف في إبطال قولهم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. فالقديم هو كل من تقدم غيره، أو كل ما تقدم غيره. يعني الشيخ أنور مثلا معنا قديم بالنسبة لأولاده مثلا، لماذا؟ لأنه متقدم عليهم بالزمان. لا نقول إنه إله، لا، هذا قديم يعني متقدم بالزمان. فالقمر قديم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. فالعرجون قديم لماذا؟ لأنه تقدم على غيره بالزمان. إذا فهمنا هذا عرفنا أن قول المعتزلة بأن القول بقدم الصفات يلزم عنه تعدد القدماء وهذا محذور، عرفنا أن هذا باطل، لأنه لا محذور في تعدد القدماء، ولا يلزم عن هذا تعدد الآلهة، لأن الآلهة لا تتعدد إلا إذا تعددت الذوات،
أما تعدد الصفات فليس قولا بتعدد الآلهة. واضح يا مشايخ؟ ماشي. ومع ذلك ومع ذلك يقال للقائل به: لما قلت إن القديم هو الإله والعقلاء بأسرهم على خلاف ما تقوله؟ فإن أهل اللغة يطلقون لفظة القديم من غير إرادة الألوهية، وكذا الدهرية يعتقدون قدم كل جزء من أجزاء العالم من غير اعتقاد الألوهية، والكفرة يسمون الأصنام آلهة وإن كانوا لا يعتقدون قدمها بل كانوا سبحان الله. ينحتونها من الخشب يعني شوف الكلام هنا كلام جميل جدا. يعني هو يريد أن يقول إنه لا تلازم بين القدم والألوهية، فهناك من يعتقد بقدماء ولا يعتقد إلهيتهم، وهناك من يعتقد بألوهية غير الله ولا يعتقد بقدمها. فالربط بين الألوهية والقدم خطأ من حيث اللغة ومن حيث العرف أيضا. فالدهرية القائلون بقدم العالم واستغنائه عن الله يعتقدون أن العالم قديم، ومع ذلك لا يقولون إن ذرات العالم آلهة، لا يقولون هذا. الكفار عباد الأصنام يعتقدون أنها آلهة، ومع ذلك لا يقولون إنها قديمة. فإذن لا تلازم، لا ربط بين الألوهية والقدم. ماشي. بل كانوا ينحتونها من الخشب والأحجار، وكانوا يعتقدون كونها مخلوقة على ما قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وجملة الأمر في منكري الصفات لله تعالى: إما أن قصدوا بنفيها التعطيل وموهوا بدعوى التوحيد خوفاً من معرة السيف، أو وقعوا في ذلك غلطا بالنظر في صفات الخلق حيث رأوها أعراضا أغيارا للذوات، فظنوا أن إثبات الصفات للباري تعالى يكون كذلك. فإن كان السبب لذلك هو الأول فلا برأ لدائهم، وإن كان السبب هو الثاني ففيما ففيما أوردنا أوردنا من الحجج والبراهين كفاية وبلاغ. يعني لماذا ذهب المعتزلة إلى هذا القول؟ يقول إما أنهم قصدوا تعطيل الصفات بدعوى التوحيد، أو غلطوا في النظر، غلطوا بالنظر في صفات الخلق فقاسوا ذلك، قاسوا الغائب على الشاهد فوقعوا في هذا الغلط. يقول أو وقعوا في ذلك غلطا بالنظر في صفات الخلق حيث رأوها أعراضا أغيارا للذوات. لما كانت الصفات أغيارا للذوات قالوا إذن صفات الله أيضا أغيار للذوات، أغيارا لذات الله تعالى، فقاسوا الغائب وهو الله عز وجل على الشاهد وهو الإنسان فوقعوا في الخطأ. أين الخطأ هنا؟ الخطأ هنا أنه إذا كانت صفات الإنسان أعراض أغيار، صفاته غيره يعني، فصفات الله عز وجل ليست هي هو ولا غيره كما قلنا قبل ذلك، ولا يلزم من إثباتها تعدد كما قلنا أيضا. طيب، ثم كيفما كان؟ ثم كيفما كان، فقد استمروا على لزوم الوقاحة ومكابرة الأدلة
فلا فائدة في بسط الحجاج معهم سوى الذب عن حريم الدين وتحذير ضعفة المسلمين. وإذا كان كذلك فالاشتغال بحل شبهاتهم فضل وليس بلازم. نعم. فنقول الذي نستفيده، ما الذي نستفيده يا أيها الإخوة من دراستنا لحجج المعتزلة والرد على هذه الحجج؟ والمعتزلة الآن اختفوا ولا وجود لهم، ما الذي نستفيده من هذا؟ هل نضيع وقتنا الآن؟ أولا نحن ندرس هذه الأمور لأن كتب المعتزلة موجودة، وكتب أهل السنة التي ترد على المعتزلة موجودة، ولا بد أن نفهم هذه الكتب، هذا أولا. ثانيا لأن الأفكار لا تموت لموت أصحابها، فليس شرطا أن يظهر لك بعض الناس ويقولون نحن اسمنا المعتزلة، ليس شرطا، لكن قد يقول بعض الناس أقوال هي أقوال المعتزلة، هذا ثانيا. ثالثا عندما تدرس هذا الحجاج والرد، هذا يدرب عقلك، يدرب عقل الطالب على معرفة الحجج والبراهين والردود وهذه الأمور. فإذا نحن عندما ندرس هذه الأمور نحن لا نضيع أوقاتنا، لأنك أولا تحتاج إلى قراءة تراث فيه أقوال اعتزالية، لا بد أن تفهم من أين أتت ولماذا يردها أهل السنة. ثانيا لأن الأفكار لا تموت. ثالثا حتى يتدرب الطالب عقليا وذهنيا على كيفية رد الشبهات. فنقول إن الأدلة القاطعة قد قامت على أن ذوات الخلق وصفاتهم محدثة، وأن صفاتهم أعراض لا تقوم بأنفسها بل بذوات محدثة، وهي جواهر وأجسام يجوز عليها الوجود والتعري. وقامت البراهين الساطعة والحجج القاطعة على أن الله تعالى قديم لم يزل، دائم لا يزال، ومن شرط القدم الكمال. وقد قامت الأدلة القاطعة على ثبوت صفات الكمال له في الأزل بلا ريب ولا شك. وكذلك قامت الأدلة القاطعة على كون حدوث الصفات له ممتنعا محالا لما في ذلك من لزوم النقص في الأزل وثبوت التغير عما كان في الأزل، وكل ذلك محال في حق القديم. وكذلك قامت الأدلة على استحالة عدمها. يعني هو الآن يستدل على ثبوت الصفات لله ويقول إنه إذا ثبت أن الله عز وجل قديم، وإذا ثبت أن الأدلة قامت على ثبوت صفات الكمال له، فنحن لا يسعنا إلا أن نثبت لله تعالى هذه الصفات الكمالية، وإلا لحق النقص بذات الله سبحانه وتعالى. نعم. وحصل العلم بهذه المقدمات أنها قائمة لا محالة، دائمة لا محالة. وعلم بالبديهة أن القول بدائم ليس بباق محال. وكذا قام الدليل على أن القول بباق لا بقاء له محال، كما أن القول يعني هذا تناقض، يعني هذا تناقض، يعني أنت إذا قلت لك شيئا مثلا هل أنت موجود، لا يجوز أن تقول لي نعم لا، إما نعم وإما لا،
لا يجوز أن تقول دائم ليس باق، دائم هو باقي وباقي هو دائم، واضح؟ فكذلك الأمر، لا يجوز أن تقول عالم بلا علم، لا يجوز أن تقول باق بلا بقاء، هذا لا يجوز، يعني هذا تلاعب باللغة. المعتزلة عندما يقول عالم بلا علم كأنهم قالوا دائم ليس باقيا، هذا تناقض، هذا تناقض، العبارة تنطوي على تناقض منطقي ليست صحيحة. نعم، كما أن القول بعالم لا علم له وبقادر لا قدرة له محال، فيجب التمسك بتلك الأدلة القاطعة، ولا يلزم الاشتغال بما وراء ذلك من الفضول. ومن تلك الفضول قول المعتزلة: لو كانت له صفات كانت باقيات، ويستحيل قيام البقاء بالبقاء. ومنها قولهم: لو كانت له صفة لكانت غير الله، والقول بوجود غير الله في الأزل محال. هذه شبهات المعتزلة. يقول الشيخ: نحن عندنا قاطعات، قواطع، قواطع العقول وقواطع المنقول التي تثبت لله تعالى الصفات اللائقة بجلاله. هذه القواطع لا تصمد أمامها شبهات المعتزلة. من شبهات المعتزلة: لو كانت له صفات كانت باقيات، ويستحيل قيام البقاء بالبقاء. يعني إذا قلنا لله عز وجل القدرة مثلا، قدرة دائمة، طيب هذه القدرة باقية أو ليست باقية؟ باقية. يقول لك المعتزلي: وقعت في المحال. لماذا وقعت في المحال؟ يقول: لأنه لا يمكن أن تصف الصفة بالصفة، الصفة لا تقوم بالصفة، بل الصفة تقوم بالذات، الذات هي التي توصف، أما الصفة فلا توصف. فيقول لك: يستحيل قيام البقاء بالبقاء. إذا قلت الله باق، فهل بقاؤه باق أو ليس باق؟ هل الله عز وجل موصوف بصفة البقاء؟ طيب هل هذا البقاء باق أو ليس باق؟ الشيخ بيقول: هذا فضول، هذا فضول لا نحتاج إليه. أيضا من الفضول يقول الشيخ: لو كانت له صفة لكانت غير الله، فيتعدد الإيه؟ فيكون غير الله، والقول بوجود غير الله محال، بدعوى كما قلنا أو بزعم تعدد القدماء نفوا هذه الصفات، وقد رددنا على ذلك. الشيخ أيضا بيقول: هذا أيضا من الفضول الذي لا ينبغي الاشتغال به، بل الذي ينبغي الاشتغال به والذي ينبغي أن يعلمه العلماء وطلاب العلم وعموم المسلمين أن الله عز وجل موصوف بكل كمال، منزه عن كل نقص، وأن يثبت لله ما أثبته لنفسه دون الاشتغال بهذه الأمور التي لا تنفع. طيب، قال أبو قال معين: النسفي رحمه الله: هذا منهم تحكم محض ودعوى مجردة عن البرهان، ويكفي المنع بأن يقال: لما قلتم؟ وإبطال ما يجعلونه حدا لغيرين جوابا عن مقالتهم، فيقال: وما حد الغيرين؟ ليظهر الغيرين يعني هم يقولون صفات الله غير الله، وإذا قلت هناك صفات هي غير الله، إذن عندنا الله وشيء آخر غيره، فإذن يصير عندنا قديم غير الله،
موجود غير الله. يقول: والقول بوجود غير الله في الأزل محال. فالشيخ هنا يقول: نحن سنناقشهم في معنى الغيرية، سنناقشهم في ماذا؟ في معنى الغيرية. ما هو الغير؟ ومتى يكون الشيء غيرا؟ ومتى لا يكون غيرا؟ هذا ما سنبدأ به في المرة القادمة إن شاء الله تعالى، حتى لا نطيل على حضراتكم حتى نفهم جيدا. واضح يا مشايخ؟ نعم، مفهوم أستاذ الكريم. أي سؤال؟ أستاذ، هل كنا في الدرس الماضي قلنا صفات الله ليس ذاته، يعني ليس غيره تعقلا، يعني هل يمكن أن نقول في المفهوم والمعنى؟ نحن نقول صفات الله ليست هي هو ولا غيره. طيب، الصفات ليس بالذات تعقلا، نعم، تعقلا، نعم، يعني مفهوما مفهوم، معنى في نعم، المفهوم، مفهوما ومعنا، ولا العقل غيره يفرق خارجا. خارجا، نعم، واضح؟ نعم، مفهوم. هذا ليس تناقض، لأن النسبة ليس النفي واحدة. والإثبات، نعم، النفي والإثبات لم يتواردا على محل واحد. نعم، متى يكون تناقضا؟ إذا توارد النفي والإثبات على محل واحد. يعني إذا قلت الصفات ليست هي هو مفهوما وليست غيره مفهوما، هكذا تناقض. لكنك قلت ليست هي هو تعقلا ولا غيره خارجا، إذن لا تناقض، لم يتوارد النفي والإثبات على محل واحد. واضح يا مولانا؟ نعم، مفهوم، شكرا جزيلا. الله. طيب، نلقاكم على خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.